كل سنة وانتم طيبين. والله النهاردة اللي شايفينه احنا ده انجاز، يعني النهاردة في 7000 واحد بيأكلوا بوقت واحد، ودي يمكن اول سنة يبقى في فطار بالكم ده هنا في العاصمة، وده دليل ان العاصمة خلاص يعني طلعت، ويعني اعتقد السنة الجاية الناس هتسكنها يمكن. والله بالنسبة للتنظيم احنا شايفينه حاجة كويسة، يمكن في بعض الحاجات البسيطة اللي حصلت بس يعني زبطوها وكله تمام الحمد لله. والله هو حدث مهم، وده حدث يمكن دي تاني حاجة ياخدوها دلوقتي الحكومة المصرية تاخدها، يمكن بالشهر ده، يمكن من حوالي اسبوعين ثلاثة خدوا بتاعة كوبري رود الفرج، ودلوقتي دي العاصمة الإدارية، ودي أكبر دعاية للعاصمة للشرق الأوسط للعالم إن في عاصمة جديدة بدأت طلعت والسكن هيبدأ فيها على طول. إحنا الحمد لله كمجموعة جي إل سي شاركنا ب 100 متر ب 270 فرد. شكرا ليكم، انتم طيبين.